في أي هول تستقبل أحاسيسك من لحظة الاستيلاء البشع لجسد ابنة بنت رسول الله وعياله؟ الفرق بين أن تسمع بالمقتل وأن تعيش المقتل كبير. استمر الواقع. هسه حاليا أنا راح ابتعد شوية عن مشاعري، حتى ما أريد أن أتأثر، حتى أوضح لكم الصورة أكثر. المشاعر اللي موجودة هنا أنا ما ممكن أحد يقدر يوصفها بالطريقة الصحيحة. اللي داير بدايري حاليا واقعة الطفل بكل تفاصيل. المفروض أكون أري داخل مداير هذه الدائرة البنفسجية اللي موجودة هنا. اليوم عندنا قصة جديدة كلش، هي قصة تقنية الفي ار اللي دخلت بالمواكب الحسينية. دائما مرات نسمع انه تحديث بديزاين او مثلا شكل الموكب الحسيني الى اخره من هذه الشغلات، لكن لما تدخل تقنيات جديدة وتقنيات حديثة بالمواكب الحسينية، هذا تعتبر ايضا من ضمن الاشياء والتحديثات اللي تصير على المواكب الحسينية. اليوم ضيفنا وقصتنا على شخص دخل هذه التقنية والتكنولوجيا للمواكب الحسينية. الإبداع يطلع من روح الثورة، هذا ما يعتقده كرار اللي أضاف للمشاهد الحسينية اللي أنتجتها الملحمة شيء اسمه الواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي. يمكن يدخل لأول مرة للمتلقين من الزائرين. كرار اللي أمضى عمره يشتغل بآلة الفي آر خطط أن تدخل البانوراما الحسينية إلى علبة الفي آر حتى توفر أن تعيش لحظة عمرها 1400 سنة. من أجت الزيارة حبيت أنه أخدم الزوار بهاي التقنية الحلوة، أنه يشوفون واقعة الطوف. شفت إقبال الزوار جدا حلو، والناس كلها تبكي، الواقعة جدا حزينة، فظليت مستمر. أنا يومية جاي أجي لهنا تقريبا 3 ساعات 4، لمن ما تفرغ الزيارة كلش ونتوكل على الله ونروح. الزائرون والخدام كما يصطلح عليه العراقيون يبتدعون يبتكرون، ففي كل جانب من المشهد البشري الهائل الممتد إلى شباك الإمام يفاجئك الإبداع. شفت أنا أجساد متبعثرة على رملاء وحرق خيام وصريخ أطفال وحريق، كأنما وقعت الطف حقيقة. أنا شفتها. كل تصرف حسيني يقتنفه الإبداع، وكأن حال قاصدي الحسين والمبايعين لثورته الدائمة آثروا أن تكون هذه الظاهرة متحركة.